السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. رحب فيكم في الديوانية على شاشة الرياضية السعودية، وأسعد بصحبة الضيوف الكرام في حلقة اليوم مع حفظ الألقاب سعد العصيمي، عبد الله خوقير، سعدون حمود، تيسير آل نتيف، خالد صايم الدهر، وعايض بن عبود. مساكم الله بالخير جميعا. اهلا وسهلا ابو ماجد، الله حيك. نورتنا. الله يحييك ابو نواف، والله مشتاقين لك والله. النور باهله، الله يرضى عليك. وجودك انت الديوانيه والله فاقدتك. لا 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 لا، ما شاء الله تبارك الله، ظل الديوانيه، ظل ابو نواف موجود، وبندر والاخوان طيب. الناس اللي شغالين في البرنامج. طيب. هذا خلي الامور العاطفيه دي على شوي عشان مايك حقك خربان. لا شيخ، حنشوف معاكم اخر الاخبار الرياضيه. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن سمو ولي العهد، يحضر سمو أمير الرياض فيصل بن بندر حفل سباقات الخيل السنوي على كأس المؤسس، وذلك في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية. حصد البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني بنادي الهلال على جائزة المدرب الأفضل في دوري روشن عام شهر فبراير، ونال لاعبه المغربي ياسين بونو جائزة أفضل حارس، كما حصد البرازيلي تاليسكا جائزة اللاعب الأفضل، وحصل محمد العبسي حارس مرمى نادي الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد. بات رافد النجار حارس مرمى نادي النصر قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى المشاركة مع فريقه بعد اقترابه من التماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، إذ اكتفى اللاعب بالجري حول الملعب وأداء تدريبات مع الجهاز الطبي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية. أصدرت إدارة نادي العين الإماراتي بيانا صحفيا حول الأحداث التي صاحبت لقاء الفريق ضد النصر بدوري أبطال آسيا، مؤكدة خلاله بأن عدم توزيع التذاكر في الملعب يعود للازدحام في مباراة حتى، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في المشاجرة ومحاسبته كونه لا يمثل إلا نفسه. يلتقي يوم الخميس الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بطل العالم السابق في الوزن الثقيل مع الكاميروني فرانسيس النجم السابق للفنون القتالية المختلطة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياضة. أشارت مصادر صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قام بتكليف الصيني مانينغ بإدارة مباراة الاتحاد والهلال، والعماني أحمد الكاف في مواجهة النصر والعين الإماراتي. في البداية نتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأسمى آيات الشكر والعرفان الدائم لهم باهتمامهم ورعايتهم لجميع المنافسات الرياضية، وبلا شك منها كأس الملك عبد العزيز للفروسية، هذا الموروث التاريخي الكبير اللي يمثل المملكة العربية السعودية. لذلك احنا كرياضيين اقل ما نقدم لهم هي طبعا اسماء ايات الشكر والعرفان. بقية الاخبار شباب ابدا من عندك عن اختيارات، خلينا نبدا في جوسوس اختيار افضل مدرب في الشهر. طيب خلينا نرحب بيكم بالاخوان وبالمشاهدين. الحقيقة خيسوس أنا شفت أنه أخذ أفضل مدرب. اللي حصل مع خيسوس من بداية الموسم، وكنا هنا في الديوانية نتكلم في أكثر من موقف مشاكل اللاعبين اللي حصلت بقوة، وكان ردة فعل وبيان من إدارة نادي الهلال وبيان، وهو كان يأخذ موقف المدرب الحازم الكبير مع اللاعبين الأجانب، مع اللاعبين السعوديين، مع أكثر من موقف. خصوص عدى فعلا مدرب كبير، مدرب يستاهل كل شهر ياخذ، لانه الفريق كل سنه كل شهر كل مباراه كل جوله تلاقي شكل، وفي مباريات بيلعبها بطريقه معينه، وفي مباريات بيختلف التكتيك فيها. نعم. حقيقه وبيحسب كل صغيره وكبيره. الرجل هذا كمدرب
فعلا هو قيمة كبيرة ومدرب كبير. أضف إلى ذلك أنه الإدارة دعمته، الجماهير الهلالية أنت فاكر يا أبو نواف هنا لما كانوا قاموا قالوا ليش أبعد فلان وأبعد فلان وأبعد فلان واللاعبين الأجانب، الإدارة نزلت بيان باسم أعتقد رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل، هذا خلى من جزء خصص فعلا متمكن من فريقه، وهو الرجل خامة بتعطي يعني ما يعني بيعطي كل جديد. والدليل ظهور فريق الهلال بالشكل هذا، كل مباراة نادي الهلال موجود بيفوز بالاثنين وبالأربعة وبالخمسة بالتسعة، فاز على نادي الحزم شيء يعني حقيقة. لأمس آخر المباراة، أمس مباراة الاتحاد والهلال، لاحظت خسوس في كورة أخيرة انفرادة اللي أعتقد أوفسايد كانت لنادي الاتحاد، شفته على الخط وزعل وانتهت المباراة وخرج من الملعب زعلان وبيتكلم. بسمع التصاريح لاعبين الهلال يقول لك هو كذا، الشخصية دي كذا، ما تبغى الأخطاء الأغلاط. أنت متقدم ب2-0، كان ممكن هذاك الهدف يجي اللي هو الكرة الأوفسايد اللي في الأخير. بالتالي يعني فعلا خامة تدريبية. هو زعلان برضو أنه رغم السيطرة الهلالية نقص الاتحاد أنه ما زادوا الغلة لاعبي الهلال في المباراة الاثنين ثلاثة. لكن والله أبو نواف ترى المباراة أمس الاتحاد أخطاء فردية. طيب خليني المباراة حنجيها حنفصل في المباريات الآسيوية، لكن خلونا في الاختيارات الآن. أبو أحمد نتكلم على جيسوس، القضية مش قضية فوز في المباراة، إنما الأمر المهم هو الاستمرارية. صحيح. وهذا يعطيك أنه في سيستم للفريق هذا ماشي عليه. شوف فيها نقطة أنا ودي أتكلم فيها استكمال كلام أبو ماجد، نقطة مهمة جدا. أنت شوف المدرب كيف صنع بالفريق. أنت خلنا نأخذها أسئلة بسيطة في البداية. أنت لو خيرت في البداية بين بنزيمة أو رونالدو ولا متروفيتش، أكيد تبي تأخذ الأثنين الأولين، تبي تتجاوز سافيتش ولا كيسيه ولا فيجا حق اللعب، أكيد بيكون سافيتش هو الأخير فيها. تشوف المقارنات تأخذها حتى في المحور الارتكاز، أنت ما راح تروح والجناح ماني ولا مالكوم ولا شو اسمه ولا حق الأهلي ولا شو اسمه محرز. يعني شوف الاختيارات تلقى الأقل هم اللي موجودين في الهلال، قد يكون سعرهم عالي لأنه كانت كسر عقود. هذا الأمر وش اللي خلاهم ليش؟ لا مش الأقل فنيا، الأقل شهرة. الأقل شهرة ولا ليس أقل فنيا، الأقل قيمة في السوق حتى. لكن كسر العقود اللي تكلمت عنها أنا وأخوي سعدون قبل الحلقة، كسر العقود هي اللي جعلت الهلال مرتفع. لكن النصر مثلا بروزوفيتش منتهي عقده، رونالدو جاي بعقد جديد، لا حتى الظهير تاليكس، كلها أسماء جاية هيش بدون مقدم. نرجع للنقطة الأساسية اللي أنا بتكلم عنها هنا، دور المدرب كيف وظف هذه الأسماء، كيف صنع منها قيمة فنية عالية. أنا مثلا أشوف بروزوفيتش يعلم الله هذا اللعب أنا أشوفه بالإنتر والمنتخب كرواتيا أنه شيء غريب، أنا أقول أحلم يعني مثلا أنه عندنا في النادي اللي أبيه ولا يعني أشوفه هنا في السعودية توظيفه ما كان. مرة أشوفه يلعب 8، مرة أشوفه يلعب 6، أحيانا أشوف والله 9.5 في المباراة الأخيرة اللي ضد الحزم كان ترك مكانه كان يلعب 9.5. سافيتش ولا مين؟ لا بروزوفيتش حق النصر. يعني عملية التوظيف هنا دور المدرب اللي نتكلم عن المدرب الهلال، وظفهم بطريقة إلى درجة أنك أنت تشوف أخرج عند كل واحد أفضل ما عنده. تخيل مالكم يلعب سبارت موسكو، شوفها الآن من أبرز اللاعبين في الدوري، غير مالكم سالم الدوسري العام الماضي تذكرون كل النقد عليه وكلنا، حتى إلى درجة أنه جماهير الهلال وصلت مع سالم إلى مرحلة شوف سالم الآن أظهر أفضل من ليش؟ لأنه في قائد فني في الخارج. إذا عملية استحقاقه للأفضلية لم تأتي من فراغ، لأنه هو من صنع المنظومة. أنا أعتقد أنه لو كانوا هاللاعبين في نادي غير ومدرب غير ما راح تشوفها، لكن يصنع منظومة يقدم. وإحنا تكلمنا نقطة أخيرة بس سألتني مرة أنا كنت على يسارك أبو نواف أنه عن اللاعب، قلت لك تاليسكا من أفضل اللاعبين. أنا أذكر قلت تاليسكا من لاعب غير تاليسكا، لكن عملية توظيفه كانت أسوأ توظيف، يرمى على الجهة اليمنى. إذا عملية التوظيف هذا فرق المدربين، هذه النقطة اللي أنا بوصلها أنه عملية التوظيف هي اللي جعلت هذا العبقري هو اللي إيش الأفضل. ممتاز. المباراة يمكن زعل أمس في مباراة الاتحاد، ممكن تقول والله هي مباراة ذهاب وإياب ويبغى يستغل الوضع، لكن أيضا لو نتذكر مباراة الرائد اللي كان هلال فايز فيها 3-0 وفي آخر دقائق المباراة حتى في الوقت الإضافي الثاني
سجل هدف الرائد وكان غضبان جدا وزعلان، وبلا شك هذه رسائل للاعبين انه انا لا يعني لا اقبل ابدا بالاهمال او الاستهتار، خلينا نقول في مهما كانت قوتكم ومهما كانت النتيجه. بامسي عليك ابو نواف على الاخوان الموجودين. شوف ابو نواف التدريب والله جوسس عنده لاعبين من طراز عالي، لما يضع اي تكتيك في تجاوب من اللاعبين. نعم في تجاوب من اللاعبين. اليوم احنا افضل فريق هو موجود في الدوري السعودي والله في اسيا الهلال، لازم احنا نعترف لان عنده مفاتيح كثيره. نعم. في كره القدم اليوم انا كمدرب ما اقوم زي ما قلت لك في الحلقه اللي راحت، ما اقوم لان عندي لاعبين يادون داخل الملعب. أي. اقوم بسيط بس اوجه قليل. احنا ما صدقنا على الله ان الناس تنسى انك ما تبغى تقوم. لا يعني لازم تقوم ترى يا اخي، ما يصير مدرب ما يقوم يا ابو. لو انا مدرب في الهلال ما اقوم. ها ما اقوم، عندي لاعبين ينهون المباراه في اي لحظه. ممتاز. لو انك ما تقوم ما شفت اللاعبين حريصين ومهتمين انه لا يدخل في بابنا جول. صحيح. استمراريه. صحيح. نعرف انه في مدرب ورانا. صحيح. فموضوع انك ما تقوم هذه شوف. صدقني معناته انه انت قاعد تحكم على حياتك المهنيه بالانهيار. لا على حياتي المهنيه. طيب شوري الناس معي ابو نواف. اليوم انا عندي زي لعيبه الهلال. ايه؟ شوف في عندنا مثل يقول. ايه؟ اللي يزحف ما يطير. اللي يزحف ايه؟ ما يطير. انت لما تشوف الانديه 17 نادي كلهم يزحفون الا الهلال جالس يطير. ايه؟ ليش؟ لان عنده لاعبين من طراز عالي زي ما قال اخوي ابو احمد، قال اللاعبين اللي موجودين في الانديه القيمة السوقية أقل من لاعبين الهلال. هي مش بالكم، هي بالكيف. أنت كمدرب اليوم توظف اللاعبين وتشوف هل هم يتجاوبون معاك ولا ما يتجاوبون معاك. أول شيء يكون المدرب عنده قوة شخصية. اثنين، اللاعبين كلهم سواسية، ما في تفرقة بين لاعب كبير ولاعب صغير. ما عندنا هذا الأمر. هذا هو اللي خلى الهلال يستمر. وأنا قلت لك يا أبو نواف الحلقة اللي راحت الهلال نهى الدوري والهلال حيوصل النهاية إذا 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 مش على هذا الرتم، وإذا النصر إذا ما كانت عنده المشاكل ممكن يلعب معاه. نتمنى احنا مباراة النصر أمام العين إن النصر حنجي في آسيا. حنجي في هذه المباراة. شوف الهلال العمومي أبو نواف، الهلال عنده مفاتيح كثيرة. أعتقد أي مدرب ممكن يجيه مدرب ما يواكب اللاعبين، ممكن عنده سيطرة على اللاعبين. لا بس زي السيد خزز رجل ذكي، هذه ثاني مرة يجي المملكة العربية السعودية، يعرف الأجواء اللي في نادي الهلال، يعرف لاعبين الهلال. واللاعب الهلالي السعودي يوازي اللاعب الأجنبي في نادي الهلال بعكس الأندية. ممتاز. دائما المدربين كابتن تيسير لما يكون عندهم عدد كبير تقريبا المستويات مميزة يعني يقعون في ورطة نوعا ما، يقعون في موضوع المجاملة انه والله بعطي هذا فرصة، طبعا ايش حقول للاعب هذا اللي مش في حساباتي، كيف حتصرف. احنا شفنا نتذكر موضوعه مع سلمان الفرج وابتعاده الى فترة طويلة الى ان تلعب بالاسلوب اللي انا ابغاه. اتكلم على قرارات شخص حازم لام الفريق، يعني مهي به القضية انه انتم نجوم لكن انتم النجوم حتمشون بنفس السيستم اللي انا ابغاه مش اللي انتم تبغونه. هذه ترى مو كل واحد يقدر عليها. صحيح ابو نواف، يعني انا سمعت من كذا اداري كيف المدرب يكون قوي شخصيه على اللعيبه الموجودين معه. يعني واحد من الاداريين قال لي انا اجتمعت مع المدرب من بدايه السنه بدايه الموسم من بعد ما تعاقدنا معه، انت اتخذ القرار واحنا نسندك. اي قرار تتخذه احنا المسؤولين عنه. هذا الشيء يعطي حمايه كبيره للمدرب. الاداره قصدك؟ الاداره طبعا. احد الاداريين يقول لك الاداريين اللي يجتمع مع جيسوس عاد انت وخيالك. من اللي بيجتمع مع جيسوس؟ اكيد والله، بس انا اعتقد ابو نواف هذه المفرج والناس دي هذه المنظومه تخلق الأجواء الصحية داخل النادي. نعم. وخاصة في غرفة الملابس بحيث أن دائما الإدارة واقفة مع المدرب. اللعيبة إذا جيهم هذا الإحساس الكل حيلتزم بالشيء اللي يطلبه منهم المدرب سواء لعبت ولا ما لعبت. هذا الشيء أتوقع اللي قاعد يصير الآن في نادي. طب أنت الآن تيسير مثلا في المراحل اللي أنت موجود لما يكون عندك فريق مليان فيه لاعبين
والله تقدر يعني ممكن انت ممكن تتردد مين يلعب مما يلعب. كيف شفتوا شخصية المدربين؟ احيانا بعض المدربين يعني يشعر نوعا ما بالضعف تجاه بعض النجوم، هذا شيء يعني جيسوس ألغاه في نادي الهلال، هذا هو سر النجاح يمكن. هذه شخصيته هو أكيد إليها دور، طريقة تعامله، طريقة نقاشه مع اللاعب، ليش أنا ما لعبتك؟ أيوة يعني مطلوب منك كده وكده، تعال في مثلا في الفيديو تعال أراويك إيش الأشياء اللي أنت لما لعبتك مثلا 20 دقيقة أو لعبتك بداية المباراة ما أديتها، أنا مطلوب منك 1 2 3 وأنت ما نفتها، أبغى منك مثلا لما أعطيك الفرصة للمباراة الجاية تنفذ لي كده، ممكن يرجع أنه يلعب أساسي. ممتاز. أحد يبغى يكمل في موضوع جيسوس؟ خلينا نروح نسمع الشباب أول. خالد وجهك أبو طيب حمود. نمسي عليك أبو نواف، ومسي على الزملاء اللاعبين والإعلاميين. حقيقة جيسوس وضع الهلال في مكانة بعيدة عن المقارنات، بعيدة تماما. يعني الآن الهلال لا يقارن بأي نادي، مو على مستوى السعودية، يعني أنت نحن نتكلم عن ممكن على مستوى آسيا، ويرشح أنت يلعب أكثر من كده. المدرب لحاله ما حيقدر يصنع شيء لحاله، المدرب مهما كان المدرب ممتاز، لكن معاه منظومة، معاه إدارة معطته الثقة. الكلام اللي قاله أبو أحمد كلام جدا مهم، لولا الإدارة معطته الثقة كاملة أنه يتصرف ولهم بالنتائج، ما كان يقدر أنه يحاسب سلمان الفرج، ما كان يقدر يحاسب غيره من اللاعبين الكبار. لكن في إدارة في ظهره، في إدارة مع الفريق مع اللاعبين، في لاعبين في الملعب ثقال وفاهمين إيش يبغى المدرب. هي منظومة تكونت مع جيسوس، حقيقة خلقوا فريق يعني نقدر نقول أنه لا يقهر حاليا. الهلال لا يقهر، يعني حتى الفوز عليه إذا كان نقدر نقول أنه ما في شيء مستحيل في الكورة، لكن في شيء اسمه صعوبة انك تفوز عليه. حتى في أسوأ حالاته هو بيفوز. جيسوس يستحق جائزة افضل مدرب، ليس فقط في شهر فبراير، يعني من يوم ما جاء هو قاعد يصنع فريق الى ان وصل مرحلة. يعني جيسوس الان ممكن يجلس زي ما يقول سعدون، يقعد ما يقوم من المقعد، ممكن يجلس خلاص. في سيستم، في رتم ماشيين عليه اللعيبة بشكل يعني كأنه هو قاعد يحركهم بكذا. خالد ما ودك تشوف سعدون مدرب يعني؟ أخي الحين سؤالي معلش، سعدون يقول لك ممكن يعني مين أقوى، ليفربول ولا الهلال؟ مانشستر سيتي ولا الهلال؟ يا جماعة جوارديولا واقف طول المباراة، وكلوب واقف طول المباراة، سعدون يبي يقعد، سعدون يبي يقعد ويبي يدرب. يعني ممكن ما يحضر المباراة وارجع، بس ما أقعد أرجع. أصبر من أخوك، بس يعني هل تقنعني أن كلوب وجوارديولا غلط وانت يا اخوي سعدون صح؟ لا مش غلط. عشان بس الناس التوجيه، عشانك توجيه توجيه كثر الكلام. جيسوس ما يتكلم كثير، جوارديولا كثير كلام يعني. لا سعدون ابو أوقف. ابراهيم كان يوقف طول المباراه، ابراهيم ما يوقف يقعد. لا كان يوقف، والله كان يوقف على الخط سعدون. اي نعم كلوب نفس الشيء، بس انت مركز الملعب اليوم. انا لو تسلمني الهلال خلاص اعطيهم السيستم واقعد. بعدين ابو نواف شوف شخصيه، وتقعد يعني متوقع انك تدربهم الاسبوع الجاي؟ لا لانه بيفوز. لا مو كذا، ما هم فايزين يا اخي. الهلال فاز 26 مباراه، 26 مباراه، حتى لو خسر حيعود. ليش؟ نرجع للمربع الاول. لا اترك المربع الاول، خليني الحين برجيك انا، بس خلينا نسمع اول شيء خالد وبعدين عايض، وارجع لك باللي طيب تبغى يا ابو. طيب انا اقول جيسوس يعني يقدر حتى لما نجلس يجلس يفكر، يعني يجلس يفكر ويقعد يكتشف. ما في فريق ما في اخطاء، لكن الاخطاء من لاحظها في الهلال، من لاحظها ان كل لاعب يغطي عن الثاني، منظومه عارف. لذلك انا اجد جيسوس يعني يستحق الجائزه. هو المدرب ممتاز. الاول. طيب عايض، يعني الدور الاداري في نادي الهلال، يعني شوف الحين مثلا جيسوس ما في شك انه مؤدي عمل ممتاز، لكن الدور الاداري في الهلال كان سبب رئيسي ايضا فيما يخص اختيار اللاعبين. اللاعبين يعني قبل ما يجي جيسوس، إدارة الهلالية خلصت مع سافيتش، خلصت مع نيفز، وخلصت مع كوليفالي. يعني مثل ما قال لك أبو أحمد إنه ترى إحنا يعني الإدارة ما بحثت عن الاسم الشهرة، صحيح. بحثت عن احتياجات الفريق ومن يفيد الفريق. ولاحظ اللي عند الهلال مثلا كلاعبين، سافيتش جعان بطولات، ما في بطولات عنده،
متروفيتش في فولم ما عنده بطولات صحيح. فهالعالم عنده رغبة لتحقيق المنجز صحيح. اي عكس بقية الأندية الثانية اللي سعت وراء النجوم صحيح. اللي هم اصلا متشبعين في صحيح. بطولات. شوف ابو نواف احنا قلناها من يعني اكثر من حلقة. أيوة. تكلمنا عن ان الهلال تميز في الاستقطابات. ايه يعني تميز يعني حسب الحاجة ونوعية اللاعب واللاعب اللي يفيد مو باللاعب بالقيمة السوقية. نعم صراحة. فعمل الإدارة الهلالية زي ما قلت أنت حتى قبل ما يجي جيسوس وكذلك حتى اختيارهم لجيسوس يعني ترى هذه بعد نقطة مهمة طبعا. إعادة جيسوس مرة أخرى لثقتهم فيه ولمعرفتهم بقوة المدرب وإمكانياته العالية جدا. ايه. طبعا جيسوس أنا بأنبه يعني النقطة مهمة. جيسوس ترى استفاد من المرحلة الأولى له مع الهلال. ولو تسألني كيف استفاد من المرحلة الأولى مع الهلال شخصية جيسوس طبعا أنا أقول كلام أنا عارف. شخصية جيسوس في المرحلة الأولى ما هي شخصية جيسوس الآن. جيسوس في المرحلة الأولى كان مدرب صارم جدا جدا فوق الخيال. يعني اللاعبين مر عليهم مدربين كثير لكن زي جيسوس ما مر عليهم. كان صارم وشديد ويعني حتى في التوجيهات عنيف شوي. فلما مشى رجعته الثانية هو عرف إنه 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 كان من أحد وأكبر الأسباب حتى اللعيبة في لعيبة تكلموا عن هالنقطة إنه شخصيته وتعامله. لما رجع المرة الثانية الآن جيسوس ما أقول إنه تخلى عن انضباطيته ولا عن قوة شخصيته لكن خفف الطريقة اصطدم على طول بسلمان الفرج. من هو؟ كابتن فريق أكثر من لاعب يعني اصطدم فيه كذا مباشرة أنه أنت شوف ما أنت في حساباتي يعني هذا يدلك على وبعدين على فكرة تعرف هذا القرار ذا متى اتخذه؟ اتخذه وهو في أضعف حالاته لما كانوا الجماهير الهلالية يطالبون برحيله. بالضبط عرفت هذه قوة المدرب وثقته في نفسه وإمكانياته بلا شك. إيه؟ بس في المرحلة الأولى ترى من أكبر اللاعبين اللي صدم فيهم سلمان الفرج نفسه. يعني عشان تكون الصورة واضحة. يعني سلمان الفرج من اللاعبين اللي كان صدامه قوي معهم في في في, في المرحلة الأولى. هو استفاد من مرحلته الأولى. نعم. بلا شك. والدليل الآن شوف المنظومة كيف تشتغل مع 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 جيسوس وعلاقته ويعني وتعامله طلع الهلال بالشكل في الاستفادة كانت كبيرة ومدرب كبير يعني ما يحتاج هو مجرد عملية تعديل في بعض في بعض الطرق في ممتاز. في الملعب. طيب نجي للخيارات الأفضلية بالنسبة للاعبين أبو أحمد إيش رأيك فيها؟ كيف يعني؟ اللاعبين اللي تم اختيارهم في أفضلية. أي صحيح. بونو كحارس ما في جدال. بونو كحارس وتاليسكا. تاليسكا هاي تاليسكا مسجل 3 أهداف. نعم. يعني ولما رجع المركز الحقيقي اللي 9.5 جائزة الشهر طبعا أصبح من أهم اللاعبين جائزة يعني. الشهر بس مش الأسبوع. نعم جائزة الشهر لأنه تاليسكا إذا 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 أخذ المكان الصح يقدم يعطي الشيء الصح وهذا لاحظنا. بالنسبة لبونو ما فيه يعني ما في جدال. بالنسبة طبعا بس سؤال فني لكم جميعا فيما يخص تاليسكا بس عشان أنا دائما أسمع كلمة أنه لم يوظف بالشكل الصحيح لم يوظف بالشكل الصحيح ومع ذلك أنت لما تيجي لأرقام تاليسكا جايب 16 هدف في الدوري فقط صحيح ومساهمات 6 مساهمات صحيح. يعني محقق نسبة عالية من التأثير في نتائج النصر صحيح. إذن ماني أقادر أستوعب أنه مهب موظف بالطريقة الصحيحة في الجهة اليمين لأنه إحنا نشوف مثلا نسمع برأس حربة وهمي صحيح. نسمع بجناح وهمي وهو قد يكون كذا يلعب الجناح الوهمي يسمع للغناء. مباراة الهلال أضرب لك مثلا مباراة الهلال إيه؟ مباراة الهلال اللي لعبوها في شوف كيف كان يلعب على الجهة اليمنى ومعلودي الجهة اليمنى كانوا صراع هلودي طول أنت قصدك في بطولة موسم الرياض في بطولة موسم الرياض وحتى المباراة اللي قبل الدوري يعني أنت لما تاليسكا تحرك وأصبح خلف المهاجم وتراجع أوتافي وتراجع أوتافي وأصبح خلف المهاجم أصبح ضربة الرأس يضرب يشوت يلعب هذا مكانه لكن المكان اللي يلعب فيه عادة نفس الكلام اللي كنا نتكلم عنه عن شو اسمه اللي انتقل الاتفاق الأفريقي اللي انتقل الاتفاق العاجل فوفانا كان يلعب 6 إلا مباراة الهلال لعب 8 ورجع متروفيتش لا فوفانا ما قد لعب 6 ولا مباراة نعم فوفانا ما قد لعب 6
ولا مباراة لعب ثمانية. اي لعب ثمانية. لعب ثمانية. لكن لما يصير لعب ثمانية في ذيك المباراة ورجع العادة ايش يلعب يلعبهم يتباين يطلع متروفيتش قدام. بروزوفيتش عفوا. بروزوفيتش يطلع قدام ويتراجع ويصير ياخذ مكان عبد الله ايش. وحتى التبديل عبد الله كان معه دائم عبد الله الخيبري كان تبديله معه ورجع المباراة ولاحظها. يعني نادرا ترى ما كان يلعب عبد الله الخيبري وفوفانا. لعب فترة المدرب إيش إيه؟ المدرب ما كان يعجب على أساس إنه ما كان يعطي في المكان. إحنا اللي نتكلم عن أيوة. عملية التوظيف وبعدين عملية اللي يتكلموا عنها الزملاء إنه المدرب اللي ما يرضى بالأشياء اللي اللي اللي, اللي يعود لعبته عليها. مثلاً أنا شفت المؤتمر الصحفي مثلاً كان غاضب مثلاً لا في المباراة كان غاضب مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي مدرب النصر سئل قالوا له أنت يدخل مرمك ثلاثة قال ما يهمني يدخل ثلاثة أهداف ما دام إني سجل أربعة وهذه موثقة موجودة قال ما يهمني. أبو أحمد بس في نقطة هل هو التوظيف ولا هل هو سوء اختيار في حسب حاجتك النصر يعني الثانية ما هي بالأولى النصر الأولى سببت الثانية عدم الاختيار اللاعب حسب الحاجة في المكان اللي يحتاجه الفريق هو اللي تسبب في عدم التوظيف صحيح هذا الكلام لما يكون عندي لاعبين جايبهم بأسماء وبثقل وقيمة سوقية عالية ولكن لما نجي للواقع والملعب نجد أنهم ما هم باللعيبه اللي محتاجينهم النصر ومحتاجهم النصر في والله وكلامك على متهم ان التوظيف هو اهم شيء ممتاز تفضل خلينا متفقين العام الماضي من كان هداف الدوري الحمد لله الحمد لله وتاليسكا تحته تاليسكا فرق واحد هذا فرق واحد والهدف هذاك اللي سبب فيه المهاجم النصر والله الكره رايحه على الباب كان هداف الدوري صح هو مش قضيه هداف الدوري الان لو حسب ضربات الجزاء اللي سجلها رونالدو وتقدم لها تاليسكا كان تاليسكا هداف الدوري كلامك صحيح شوف ركز انا بقول لك هو حس يعني انت بتقول لي التوظيف وما التوظيف وتاليسكا تاليسكا هداف 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 وفي جمال في الاهداف اللي بيسجلها وفي تركيز اي وفي تركيز مو نحن نقول بالصدفه عليها. شاتها لا ركنها بس وكده لا يعني بيسجل أهداف حتى بالهيدرز بالقدم اليسرى كور على الطائر كور من الثبات كورة متحركة ضربات مباشرة القدم اليمنى عنده 60-70% عملية التوظيف خلينا متفقين في رأس حربة اسمه رونالدو هذه بالتالي صارت الأمور ملخبطة شوية بس نرجع ولا تاليسكا هداف كبير استاهل 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 نرجع وباجد في الاختيار تاليسكا مش قضية إن قضية إنه هو هداف قضية لازم يمشي مع المجموعة ما يدافع سعدون أنا أشوفه ما دافع هنا بيصير خلل عليه عشان كده هذه المشكلة هذه المشكلة لازم أنت إحنا نتكلم بمنطق ما نتكلم إنها تاليسكا لاعب تاليسكا لاعب كبير بس إذا الكرة عند الخصم شو أسوي صح لازم يرجع لازم يساند لا مو بلازم يرجع كابتن نعم أنت الحين تعرف قدرات اللاعب وش يعني أنت لا تطلب من واحد شيء هو ما يملكه اليوم تاليسكا أنت لما يكون موجود عندك ما عاد تقدر تخلي في المجموعة الثانية من اللاعبين نفس الأسلوب برضو دوارهم الدفاعية ضعيفة صح. يعني أنت لو اخترت مثلا بجانب تاليسكا اللاعب الهداف الكبير لاعبين عندهم النزعة الدفاعية المجهود الكبير ما عاد تحتاج أنت تاليسكا يدافع صح. لكن إذا صار هو مع رونالدو مع ماني هذه مشكلة النصر ترى هذه خلاص هذه مشكلة النصر الهلال شو يسوي الهلال شو يسوي تنقطع منه الكرة يضغط عليك في نفس المكان ما يعطيك ظاهرة يروحون استرجاع الكرة مش موجود عليك شخصية هذه. شخصية أيه مش موجود شخصية مشكلة شخصية لاعبين داخل الملعب نرجع للاختيار لأنه النصر مثلا لو يقول لك مدرب الفريق تعال يا جماعة الخير يا فريقي أنا أبغاكم تضغطون ما يقدرون ما يقدر ما يملكون ما يملكونها يعني خال نفس مدرب هولندا كان يدرب برشلونة وكان معه ريكيلمي واحد من امهر اللاعبين الارجنتين طبعا قال عن ريكيلمي سالوه في المؤتمر الصحفي قال انه ريكيلمي شرايط يعني ليش ريكيلمي كذا تغيره دائما قال هو افضل لاعب في العالم اذا كانت الكره في قدمه اسوا لاعب في العالم اذا كانت الكره مع المنافسين انت ممكن تسال نفسك سؤال واحد بامكانيات تاليسكا ليش مش موجود في منتخب برازيل ايه يدل نعم. على المدربين لا ايه نعم لانك انت في منتخب البرازيل لازم تملك كل الواجبات لازم يكون عندك يعني لو كان عنده يجيد الادوار الدفاعيه تاليسكا
كان من أهم النجوم في البرازيل. صحيح. لكن هو عدم وجوده في المنتخب البرازيلي بسبب الأمور الثانية اللي مش موجودة في اللاعب. هنا يسبب. يعني أنت الآن بدل بلعب رأس حربة وعندي نيمار وبجيب أزيد عليهم تلسكا بعد. هنا خلاص انتهى الموضوع. أيوة. انتهى الفريق. لا شوف الحين فالموضوع سيستم. نرجع نقول انه سيستم فريق. سيستم. كيف تكون الموضوع. اسمع بالله اسمع تيسير ما سمعناه من زمان. يعطينا رأي في تلسكا. تلسكا يعني يعتبر من افضل اللعيبه في النصر وكلنا نعرف هذه. يعني اشوف ابو نواف يعني اذا بنتكلم على منظومه النصر قاعد لما كان يلعب 4-3 خيبري وبروفيتش ويا اوتافيو ويلعب ثلاثه قدام. اعتقد الثلاثه اللي وراء ابو نواف يعني من ناحية الدفاعية بيكونوا مهامهم بيساعدوا النصر في الناحية الدفاعية. بس هي وين المشكلة أبو نواف؟ التباعد في النصر. تباعد الدفاع مع الوسط مع الهجوم. إيه؟ هذا اللي يخلق مشاكل كثيرة. ما بين وش سبب التباعد؟ اللاعبين اللي قدام. اللاعبين اللي قدام. أنا فاهم أبو نواف. هذا الكلام اللي إحنا قلناه. الآن منظومة النصر ما يقدر يعمل لها أي شيء أبو نواف. صحيح. يعني لازم يشيل تالسكا. أو يشيل كريستيانو مظبوط. الحين تلسكا سلم عمره. يعني إيش مش ممكن الحين نشوف من مدرب الفريق في تعديل بعض الأمور هذه اللي متى يعني يشعر فيها الفريق النصراوي لما يلعب فريق ند قوي معاه. هنا يبين بدون ما تلعب مع فريق قوي أنت مدام هالنجوم في مستوياتهم أنت حتفوز على قول المدرب يجي فيني ثلاثة واجيب أربعة. صحيح. لأنك معتمد على إمكانيات النجوم إذا في يومهم. إذا مهم في يومهم باي باي. أبو نواف بس إلي تعليق على الأخبار إذا أسلم. ممكن على الحراس. طيب لا الحراس موضوع جديد. خلينا ناخذ فاصل وأرجع لك على طول معك إن شاء الله. ناخذ فاصل. الطب سير رؤيا واقع يبرز روائع عصرنا اللي صممها عباقرة مملكتنا. هم أصحاب الأهداف الكبيرة اللي اجتهدوا لتحقيق أحلامهم في جميع أنحاء العالم وحولوا الخيال إلى واقع. تحدوا الصعوبات واصنعوا النجاح في كل المجالات. الطب، الطاقة، الأبحاث العلمية، التكنولوجيا وغيرها. ويستمر سعيهم المتواصل للتميز والابتكار. يشكلون عالم أفضل ويبنون جسور بين الأحلام والواقع. كونوا معنا لاكتشاف قيادات سعودية ملهمة حول العالم في الموسم الثاني من جسور. نورت الحسا يا هلا ويا مرحبا. مد رجلك على قد الحافة. أنا قابل أرواحهم. تكفى لا تمزح وياي هالمز تراني أخاف. يلا يا شباب جاهزين؟ 5 4 3 2 فضل. من أجمل ما يمكن. ألف شكر من القلب. أن يأتي مثل هذا البرنامج المخيال لكي يؤصل الفكر العلمي لإيصالها للناس، هذا اعتبر فكر جميل وجديد وفكر نوعي. يعني عبد الله طلع أشياء من عندي
الله يستر ما أدري. كثير حريصين كلكم، الصوت والإضاءة والمصور والكاميرا والمخرج، الشغل جميل جدا. هذا حنا في مخيال، ومخيال مستمر، لكن هذه المرة بخيال رمضان. انتظرونا في شهر رمضان المبارك على شاشة السعودية. حياكم الله معنا في هذا الجزء من الدوانية. لازلنا في اختيار جوائز الشهر، تكلمنا عن جيسوس، تكلمنا عن تاليسكا، الآن بونوم داخل تيسير ألنتيف، وطبعا يمكن هذه المرة الثانية والثالثة البونوم ماني متذكر والله. تفضل. يعني بالنسبة لي اختيار بونو هذا الشهر طبعا يستاهل، يظل بونو من أفضل حراس العالم، يعني من أفضل حراس العالم، مو رقم واحد بس من الأفضل. فيستحق هذه الجائزة ما شاء الله تبارك الله. يعني الآن 13 كلينشيت في الدوري، شفنا كثير إلى من التصديات من عاطي ثقة. إيش أصعب تصدي تتذكر البونو؟ حقت بنزيما أعتقد كثير، يعني الرابع مو تصدي واحد، هو يعني كثير، خصوصا الانفرادات، طريقة عمل البلوك، وكيف انه ما شاء الله حتى بجسمه يساعده. فاعتقد هو يعني يستاهل هذا الشيء، وحارس مميز يعني شهادتي فيه مجروحه. بس انا بتكلم بنواف على الشهر هذا، يعني اعتقد بونو بارز، وفي حراس سعوديين للامانه بارزين. اعطيني وليد ما شاء الله تبارك الله، لما احتاج النصر كان موجود وجاهز. محمد العويس غياب اكثر من شهرين مع أكثر الإصابة، وأكثر من شهرين مع الإصابة مع الغياب، ويجى المدرب أعطاه الثقة في مباراة مهمة آسيا طبعاً، مباراة خروج يعني خلينا نقول مباراة ما يعني الخطأ فيها غير مسموح. صحيح، ما شاء الله تبارك الله، يظل هو حارس المنتخب. نعم، وعندنا حراس، حارس الشباب الآن اللي اختار العبسي. نعم، فترة التوقف على فكرة الهدف اللي دخل في عبسي، في العبسي ناس كثير تلومه عليه، تذكر هدف تاليسكا. أعتقد تحمل أبو نواف، يظل في الأول والأخير حارس صغير. بالنسبة لكم ما في كرات كذا تحس أنها تثبتكم كذا، ما تخليك يعني، خصوصا إذا كنت تتوقع أنها تكون في زاوية شوي تتفاجأ أنها قريبة جنبك؟ لا، هو أبو نواف بس يده ما القبضة يده ما كانت يعني نسميها إحنا مشدودة بشكل صحيح. لو كانت مشدودة أبو نواف طلعت ما رجعت. بس يظل هو حارس صغير، حارس في المنتخب الأولمبي، عمره 22 سنة. المدرب أعطاه الثقة من أول مباراة لعبها الودية كانت مع روما. أيوة، فحارس عنده شخصية. صحيح، وأداء كان جيد جدا في مباراة النصر. إلى الآن كان ممتاز. طبعا وجود نادي الشباب استقطب إعارة حارس مصطفى ملايكة، حارس خبرة. فوجود هذا الحارس والمدرب يعطيه هذا الثقة، أعتقد إن شاء الله يكون مشروع حارس. بس أبغى نوه عن شيء أبو نواف، كانوا يتكلموا الفترة السنوات اللي راحت حراس أجانب حراس أجانب، الحارس السعودي ما راح يكون موجود. الحمد لله رب العالمين، أنا كذا مرة ذكرتها أن الحراس الحمد لله رب العالمين السعودي موجود فيها حراس أبو نواف، وحراس على مستوى عالي، وكل سنة قاعد يطلع لنا حارس من الأولمبي وينضم للفريق الأول. نعم، وهذا من ضمن النتائج المنتخبات. ممتاز، يعني أنت تشوف أنه ما أثر موضوع وجود حراس الأجانب على الحراس السعودي؟ لا الحمد لله موجودين أبو نواف، موجودين منتخباتنا قاعدين. كم عندنا من حارس سعودي في دوري روشن اللي يلعبوا الآن؟ الآن وليد يلعب، وهذا الحارس يلعب، لا وليد يلعب بسبب إصابات. اي نعم، بس اللي هذا بسبب إصابة يعني. من اللي يلعب بشكل أساسي كان العقيدي فقط. نعم صحيح، لا يلعب بعد عشان إصابة أسبينا. لا أسبينا مش موجود في الحسابات، لا ما كان مسجل أسبينا يعني في الفريق النصراوي، فكان الحارس الوحيد اللي أساسي
العقيدي والان نعم. اصبح المعيوف ما هو اللي الحارس الاساسي طبعا عشان ما في عشان يعني ما عنده نقول لازم طيب المعيوف. نروح لي قلت لي بيان نادي العين تفضل. طيب قبل بيان نادي العين بس بعقب كلمتين مع ابو احمد. عقب يا سيدي. انا اختلف معاه في موضوع وليد عبد الله يعني انه يصنف من افضل حراس ايه الأندية. لا هو ما قال أفضل، هو قال ظهر في شهر فبراير يوم احتاجوه قدم. أيوه أوكي. أي. تراجع وعطنا بيان. مجتهد مجتهد. نقول وليد مجتهد يعني. بس ما هو الحارس اللي اللي حيقود النصر للمنافسة على الدوري مو وليد. بس هو ما قال كذا. أنت إذا أنت تبغى تنتقد وليد خلها من لسانك، لا لا تقول الرجال شيء ما قاله. الحين هو صنف الأفضل. أي. من ضمنهم ذكر وليد. أيه؟ بس انا اقول له وليد حارس كويس وانقذ النصر في فتره ما في حراس بس مو الحارس اللي تراهن عليه انه انافس فيه الدوري. ممتاز. بس وصلت. هذه وجهه نظري. وصلت. قبل ما تدخل بيان عندك تعقيب في موضوع الحراسه؟ والله شوف بالنسبه لبونو. أيه؟ بونو حارس كبير ما يختلف على اثنين. أيه؟ بس هل المهاجمين الفرق الاخرى تخترق الهلال؟ وصلوا عنده 10 اهداف. وصل. أيه؟ عنده دفاع، عنده لعيبة وسط، عنده مجموعة. ايه؟ يعني لو هجمت الهلال ايه؟ في أي مباراة ايه؟ حتتعاب. أنت بونو سبب رئيسي. نعم. لحظة. بونو سبب رئيسي في كثير من المباريات. نعم. فاز الهلال فيها وسببه. نعم. أنت سألت السؤال يا أبو نواف. أيوة. دوبك قلت بونو في كورة يجيبوا كذا شيء مميز. ايه؟ قلت لك بنزيمة. عقد بنزيمة الاتحاد. الاتحاد. الاتحاد كان متقدم 3-1. ايه؟ لو سجل الاتحاد الهدف الرابع. كان انقلبت المباراة بشكل بدل طبعًا. ما كانت تضمن سادة حقيقة. هو في المباراة هذيك حقت فيصل أخطر ذيك. ها حقت فيصل قبل 3 أيام أخطر. لا 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 أنا بتكلم على نتيجة مباراة. نتيجة صح. على تأثير بونو على فعلا أنه هو حارس كبير وكذا. صحيح. لأنه لو جاء الهدف الرابع كان المباراة راحت في منطقة ثانية. بالعكس على لعب الهلال هي دائما ضاغط. أي ضاغط. وهو قاعد بالنسبة للكور اللي تجي من ورا المدافع. بونو طبعا في دوري روشن 45 تصدي. ايه؟ يعني تعرض الى 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 هجمات. نعم كثير. نعم. طيب ارجع لك موضوع ما يخص البيان تفضل. بس نحب احنا في هذا الموضوع تحديدا انه ناكد انه ليس كل ما ينقل في السوشيال ميديا يتم تهويله بشكل كبير. يعني اللقطات حق الهواش او الشجار اللي حصل بعد مباراه العين والنصر في الامارات يعني تم تداوله بشكل كبير والناس هولوه وكذا. حقيقه احنا نشكر نادي العين على البيان اللي اصدروه توضيح الامور واكدوا ان هي حاله فرديه ولا تمثل جماهير العين. العين قد واجه الانديه السعوديه كثير، تواجه الهلال، واجه الاتحاد، واجه النصر. واجه النصر صحيح. ما شفنا اي مشاكل لا هنا ولا هناك ولا حتى جماهير النصر او الانديه السعوديه الثانيه اللي واجهت أندية الإمارات أو أندية الخليجية. صحيح. فالبيان حقيقة كان بيان واضح وبيان محترم يؤكد عمق العلاقات والوصل. والوصل. واجهه أسوأ من هذا. أيوة. فالبيان يؤكد عمق العلاقات ما بين الأندية السعودية والخليجية، ما بين القيادات طبعًا. ما بين الشعب طبعًا. في النهاية إحنا أهل وأخوان وبيننا يعني رحم ودم وكله. لذلك البيان كان ممتاز وكل ما يحدث في السوشيال ميديا حقيقة يتم تضخيمه ونحتاج إلى البيانات السريعة دي اللي توضح الحقائق. ماشي. تفضل الله عايد. أنا أقول البيان كان ودي أن يكون يعني أفضل 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 من 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 من. أعطينا مثال زي إيش؟ يعني مفترض أنه كان على الأقل ما ورد فيه أي صيغة اعتذار للجماهير النصراوية الحاضر لأنهم تعرض في مشاكل كان في التذاكر. وفي مشاكل صارت. هم اوضحوا ترى في موضوع التذاكر. تم موضوع التذاكر انه ما كان في تذاكر الا ايوه مجانية. اوكي هم اوضحوا فيها بس انا اتكلم انه الاحداث اللي صارت حتى بعد المباراه فرض على الاقل كان في البيان لو سطر واحد انه اداره العين تعتذر للجماهير النصراويه عما حصل وان السلطات تقوم بدورها. هم قالوا ترى يعني قضيه الاعتذار يعني من حاله يكون مسؤول عنها العين بطريقة مباشرة في التنظيم في إساءة المعاملة مثلا خلينا نقول في الأمور الخاصة بنادي النصر. لكن لما تكون حالات فردية في الشارع حالات يعني. فردية هم قالوا أهم من الاعتذار لأنه الموضوع الآن أصبح عند حل النيابة يعني والنيابة اللي تحقق في هذا الجانب. شوف يا سيدي كريم
حالة حالتين إحنا في الخليج بيننا روابط أكبر ما بكثير ما من ما يخص ما كرة القدم. لا حالة ولا حالتين ولا الثاني ولا الثالث بيستطيع أنه يؤثر على العمق العلاقة صحيح. الخليجية اللي هي أكبر بكثير من كرة قدم وأكبر بكثير من حالات فردية. هذه الأشياء اللي احنا شفناها اليوم في العين ممكن نشوفها في أي ملعب آخر، لكن في النهاية وش هي يعني حالات تظل فردية. حالات فردية. أنا لما أقول كذا أنا أقصد احنا عندنا مباراة ثانية ما أحب ولا يحب أي أحد إن يصير في المباراة أي شحن أو أي خروج لا يمكن إن شاء الله لا يمكن. أنا أقول إن شاء الله ما يمكن بغض النظر يعني شوف اللي يبي يسوي شيء هل بتتوقع في ناس كثير يدخلون على الخط وهذه المشكلة ترى معليش أنا احترامي هذا اللي يبغى يسويها أو يبغى لا تتوقع أنه مثلا اللي يبغى يسوي شيء منتظر كلمة اعتذروا ولا ما اعتذروا شوف هذا إن شاء الله لن يكون موجود وحاضر في المباراة ما في شك وزي ما قلنا الأمور هذه إن حدثت فهي تحدث من حالات شاذة لا تمثل أبدا لا شعوبنا ولا وراح يجوا جماهير العين يحضروا مباراة على العين وعلى لا 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 إن شاء الله إن شاء الله بشكل في مكانهم ممتاز يعني ما في شك اللي إحنا نتمنى محلهم ومكانهم ما في شك. طيب خلونا نأخذ تقرير عن الدور الذهاب في دوري أبطال آسيا والمواجهات اللي سبقت للهلال والاتحاد العين والنصر ونشوف برضه الحظوظ الفرق في الدور القادم. نتابع التقرير. انتهى النصف الأول من ربع نهائي الحكاية القارية وبدأت الملامح بالظهور شيئا فشيئا، ولكن تلك الملامح ربما تتغير أو تنعكس وربما يكتب لها بأن تبقى، فهناك جزء من النص مفقود وهناك رواية أخرى لم تبدأ بعد. النصر بقيادة رونالدو وقع في شباك العين بالإمارات بعد إخفاقه في تحقيق نتيجة إيجابية ليخرج من ملعب هزاع بن زايد خاسرا بهدف دون رد، إضافة إلى معاناته بعد إصابة عدد من لاعبيه يتقدمهم البرازيلي تاليسكا والذي انتهى موسمه بصورة رسمية إلى جانب سلطان الغنام والذي تضاعفت إصابته السابقة والأسترالي عزيز بيهيتش الوافد الجديد للنادي، ما يجعل أبواب الحلول أمام كاسترو مقننة في الإياب. المملكة أرينا شهدت تفوق الهلال مجددا وفوزه بهدفين دون رد على الاتحاد وإعطاء نفسه أفضلية كبرى في العبور إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية. فعلى الرغم من تقديم الاتحاد لأداء جيد في شوط المباراة الأول إلا أن أمواج الهلال اجتاحت مرمى الاتحاد في ظرف دقيقتين، أولها بهدف من متروفيتش عبر ركلة جزاء والثاني عن طريق سالم الدوسري بعد كرة متقنة من نيفيز تحكم بزمامها مالكوم ليقدمها على طبق من ذهب إلى سالم الذي أودعها في شباك المعيوف. ويبقى السؤال الأهم، من سيعبر إلى موقعة النصف؟ شكرا للزملاء على هذا التقرير. أبو أحمد، من سيعبر إلى النصف؟ هذه قفلة التقرير حقنا. نعم. شوف إذا أخذت مباراة النصر والعين يعني ما فيها مباراة، كل الأشياء تشير إلى النصر بيرجع في المباراة، لأن ظروف المباراة السابقة كانت يعني متغيرات غيره، حتى أن النصر كان في الشوط الثاني أفضل بكثير لكن ما توفق، قد تكون الإصابات حائل لكن يظل النصر عنده أفضلية كثيرة بأسماء. أنا أشوف أنا أثق أنه الأسماء المدافعين السعوديين اللي بيكونون أفضل حتى من وجود لابورت، أنه حتى عملية صحيح أنه التعويض بالنسبة لسلطان غنام تاليسكا بيكون صعب، لكن فيه لاعبين في النصر جاهزين الآن، سمعت أنه غريب جاهز الآن بيكون تعويض ممتاز بالنسبة للفريق، وهو اسم من الأسماء اللي نعتز فيها كلاعب سعودي متمكن. عودته تبي تكم، وخاصة النصر يحتاج الهجوم، تبي تكون قوية يعني في الجانب الهجومي. الجانب الآخر أنه شوف أنك تخسر خارج أرضك 1-0 هذا شيء طبيعي، عامل الأرض، عامل الجمهور، عامل وكانت الإثارة اللي سبقت المباراة والضغط والأشياء، لكن في المجمل يعني
اللي نقول احنا اللي نشوفه ان النصر قادر على انه يرجع بشكل كبير وانه بيعوض النتيجه، الاسماء، القدره، التحفيز، حتى الام، حتى الملعب والجمهور، كل هذه الاشياء. بالنسبه للهلال لا خليني اول شيء نبدا نخلص هالمباراه ونروح نرجع ثاني مره لمباراه الهلال والاتحاد. اسمع كلمه النصر قادر قادر، لكن خلينا نتكلم بالمنطق برضه وبالواقع. اليوم النصر بعيد عن مستوياته، مش فقط في مباراه العين انما ايضا في المباريات اللي 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 قبل اصلا. تكلم من رجع من الفتره الشتويه والنصر غائب عن ادائه الفني لنجومه، نتكلم بالذات كثير من الاخطاء، كثير من العيوب، كثير ايضا من الاصابات في هالمرحله هذه. هذه برضو الواحد لازم يحطها في عين الاعتبار عندما يواجه فريق محترم مثل العين. نعم إيه؟ نادي النصر في المباريات الاخيره اللي بتقول عليها في الدوري مثلا ولا في اكثر من مباراه، فعلا ما كان ظاهر النجوم اللي بيشيلوه، رونالدو، تاليسكا، ساديو ماني، الكواليتي حق اللعيبه اللي عنده نجوم، لكن كمجموعه كفريق ايوه كفريق كده ما هو في توهان ايوه انه له شكل، له وجود قوي، له حضور، رغم انه يكسب وفي مباريات بيكسبها عادي وكل شيء. ترى المباراة الأخيرة حقت العين الشوط الثاني النصر كان موجود وكان فرصتين ثلاثة، في فرصة لرونالدو، في فرصة عدم التوفيق هذا، لكن تيجي تقول برضو الإصابات الآن يعني أنا بتكلم على مباراة مصيرية الآن، وفي الرياض في مرسول بارك ونادي النصر والنجوم هذول كلهم، حتى النجوم السعوديين إلا مبعدين ولا موجودين حيكونوا مكان ثقة إنه لازم يعدوا المباراة هذه، لازم يكسبوا المباراة، يكسبوا الجولة هذه اللي هي الشوط الثاني، يكسبوها 2-0 3 ضربات جزاء، يسجلوا هدف، إلا يحصل إنه ما حيكون سهل على نادي العين إنه يجي يتأهل من الرياض في ظل توهج الكرة السعودية، في ظل الدعم اللي احنا شايفينه ونادي النصر نفسه ما حيقبل، لأنه المباراة اللي فاتت شفت انت يعني بان عليهم يعني حتى جماهير النصر زعلانين ليه، احنا عندنا فريق، عندنا نجوم، عندنا مدرب، عندنا كل شيء. طب النتيجة عدم توفيق كان في الشوط الثاني ترى يا ابو نواف، يعني انت تشوف انه اداء فني كان مقنع بالنسبه لك في الشوط الثاني يعني كويس ولا كفرص؟ لا في فرق. الان اليوم انا مثلا لما ادي اداء كويس واطلع بفرص اقول والله لا، يعني هنا لحظه هنا الاتحاد كان هنا باداء فني هنا في كويس. ارتياح، معليش اسمح لي الحج الاتحاد بعدين نتكلم. طيب انا اتكلم اقول هنا تلاقي الجمهور مرتاح، جمهور النصر مش مرتاح لأن الفريق بعيد عن مستواه، هذا القصد كفريق إيه كفريق طبعا، لكن كما كلاعبين وكنادي صحيح. يعني نجومية نادي وحضور نادي كبير إيه؟ يقول لك فريقنا النصر ونجومنا هذولا أيوة. حيكسبونا نعم. وهذه الثقة ترى ممتاز ممتاز. كابتن سعدون ايش رايك؟ نواف المباراة النصر مع العين إيه؟ ما كان النصر سيء مرة جدا إيه؟ النصر الشوط الثاني ما توفق، الهدف الأول اللي جاء عليه نفس الأخطاء اللي تتكرر على النصر، يعني في خلل في التنظيم الدفاعي بالنسبة لنادي النصر، النصر يهاجم بس ما يدافع زي ما قلنا، كرة القدم اليوم لازم تدافع وتهاجم، إذا تبغى تصنع فريق قوي لابد أن تكون كل الخطوط مترابطة مع بعض، أعتقد أن لعب النصر على خط واحد بالنسبة للمدافعين هذا خطأ، جات عليهم كثير أهداف بالشكل هذا. اليوم النصر الشوط الثاني النصر بيلعب الشوط الثاني هنا عندنا موجود في المملكة، حتى مباراة اللي كانت في الإمارات كريستيانو ضيع فرصة كانت محققة 100% توفق فيها الحارس كرة النجعي، كرة النجعي هنا تصرف خاطئ من النجعي، لو متقدم خطوة ولعب الكرة برجل اليسار راحت في الزاوية الثانية، بس لعبها برجل اليمين واتجهت إلى المكان هذا اللي جات منه. هنا 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 يدل على ايش؟ وعي لاعبين داخل الملعب. اليوم المدرب يضع التكتيك ويضع كل شيء، اذا اللاعبين ما يؤدون انا ما اقدر الوم المدرب في هذه الفتره. اليوم انت تلعب في المستطيل وانا اشوف اقول لك استمتع، سجل، اعمل، افعل. النصر مرشح انه يوصل مع الهلال على البطولة الآسيوية، واحد منهم من غرب آسيا حيخرج. وأنا قلت لك يا أبو نواف أنت مدرب بالأسماء اللي موجودة في نادي النصر الآن،
لو كنت انت مدرب قدرت تحل المشكله الدفاعيه في الفريق النصراوي؟ إيه استطيع احل المشكله الدفاعيه. شلون تمدح المدرب؟ كيف انت الحين تقول مدرب ما يسال؟ لا ما قلت لك ما يسال. ما يسال في وقت المباراه. اليوم هو اعطاهم التكتيك، في بعض اللاعبين ما يادون. انت الحين لا تبي تقوم ولا تبي تطلع من مكانك ولا تبي تسوي شيء، ما يصير يا بعد متى اسالك اجل انا اقوم يا ابو نواف؟ انا اليوم طول الاسبوع اعطيك تمارين يا اخوي اصبر. طيب الحين التنظيم الحين انت الان موضوع قلت المدرب لا يسال، ايوه اللي هو كاسترو. ايوه كاسترو الان عنده مشكله دفاعيه من بدايه الموسم الى يومك. نعم. سالتك انت لو مدرب الفريق بقدرت تحل المشكله بالاسماء اللي موجوده؟ هي هذا اللي موجود عندي. اي يعني تقدر تحل المشكله؟ احل المشكله. طيب يعني ما حلها هو، الخلل فيه هو معناته؟ مش قضيه الخلل فيه، الفكر الذهني اللي موجود عند اللاعبين في بعض المرات يكون سرحانين اللاعبين، ما كانوا مركزين. ايه؟ عندك بعض المحاور، يعني انا اشوف بروزوفيتش يروح هناك راس حربه، هذا مو دورك. لابد ان انت تثبت في مكانك. انا اقوم لك مدرب في اللحظه ذي، لما اشوفه يتحرك غلط اقول له اواجهه، اقول له ارجع الى مكانك. هنا دور المدرب. اما طول ال 90 دقيقه يقعد. لا انت خلني الحين هذا بسلامتك اليوم، بسلامتك لا تقول. باختصار ايه؟ انا اتمنى ان النصر يعدي هذه المرحله، لان النصر قادر ويغير من طريقه التكتيك. أي يتغير المدرب للنصر، لابد أن يغير من طريقة التكتيك مباراته أمام العين، لأن لو لعب بنفس التكتيك أعتقد أن العين بيجي بيدافع. أي والعين عنده خلل في خط الدفاع، لابد أن النصر يضغط العين ويلعب 4-1-3-2. 4-1-3-2 معلش بس أنا 4-1-3-2 الواحد الخيبري. لا بروزوفيتش الخيبري حطه برا. حطه برا؟ ايه ليش اخلي الخيبري؟ خلي بروزوفيتش عشان يسكر. من افضل عناصر النصر في المباريات. شوف في التمرين هو اللي حيبين له المدرب، في لعيبه يصاب وفي لعيبه أيوة ممكن أيوة يكون مريض في 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 بس احنا نتكلم عن نادي النصر الان على كيان النصر. وجود الخيبري ما لا خلي بروزوفيتش، اخلي بروزوفيتش. انت بتلعب 4-2-3-1 4-1-3-2 ألعب اثنين رأس حرب. اثنين رأس حرب اللي هم ماني و كريستيانو. إذا غريب موجود. لا تلسك مصاب. إذا غريب تلعب جنب رونالدو رأس حربة. لا غريب أخليه جناح يسار. أيوة من اللي جنب رونالدو؟ أخليه ماني والله أخليه أيمن يحيى. أيمن يحيى رأس حربة. أيوة لازم أضغط. أيه؟ إذا ما ضغط الطبيعي إنه إذا ما ضغط بكثافة انت بتروح عليك المباراه. ماشي. من بدايه المباراه. طيب من بدايه المباراه كابتن تيسير العب ضاغط عالي. كابتن تيسير الرجال بيلعب ايمن يحيى راس حربه يا شيخ. كمل. كمل. لا لا ماني يلعب معك. كمل يا شيخ. كمل. منو بتلعب ايمن يحيى راس حربه انت؟ اي لعبه. طيب شو نسوي اذا يا اخوي هذا طرزان ولا ايمن يحيى هذا اللي يلعب ظهير ويلعب جناح ويلعب راس حربه ولا ما يصير يا بعد قلبي. جناح يسار. واليوم ممكن المدرب يفتكر لأن أنت اليوم في مأزق لازم أنا أفتكر. طيب. اليوم عندي عدة لاعبين مصابين خلاص حكت في يدي لا أفتكر أجي أجلس مع اللاعبين مرة ومرتين. بس عنده مهاجم الولد عبد الله ماشي صغير يلعب شوط ثاني. طيب. إذا كويس أنا أتوقع مدرب النصر أبو نواف حيستمر على تشكيلته مع غياب العناصر بس حيرجع العناصر اللي غايب مثل عبد الرحمن غريب حيلعب 4-3-3 كريستيانو راس حربه. أيه؟ الاقرب يعني مباراه رائد الجايه هي اللي أيه؟ ممكن تبين اكثر وضع اللعيب مثلا حنجي لمباراه الرائد في أيه؟ في لا لا قصدي على ابو نواف لو بتتكلم عن مباراه اسيا. أيوة. مباراه الرائد هي بتبين اكثر بس العاده ابو نواف أيه؟ المدربين قليل يغيروا من 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 الطريقه من الطريقه هو مؤمن بها. النصر اللي اختلف ابو نواف من بعد أيه؟ فتره الشتويه. نعم. مو هذاك النصر اللي كان التمرير الاستحواذ البناء من الخلف تغير كثير حتى في البناء من الخلف. نعم. ما صار يلعب اغلب صار لعب طويل. ما صار يبني بدايه الموسم كان في يعني يسموها ثلاثيات ما ثنائيات ما بين اللعيبه كان نواف العقيد ينقل الكوره من جهه الى جهه وكان في تغيير لعب وكان في شكل بس من بعد التوقف ما اعرف وش الشيء اللي تغير في النصر لانه هبط مستوى اللاعبين اللي اصلا معتمد عليهم انت
النصر فيه في نجوم بس كفريق فيه مشاكل كثيرة. نعم. النجوم هذول تقل مستوياتهم. بس يظل أبو نواف في مشكلة حتى بوجود هذا اللعب. نعم. كناحية هجومية موجود شكل للفريق. بس كناحية دفاعية لا. والدليل أبو نواف. أيوة. كثير من الكور العرضية اللي تسجلت على النصر. صحيح. من الركنيات سجلت تنظيم بكل الأشكال. للأمانة. بكل الأشكال. يعني وهذا يسأل عليه المدرب. صحيح. أنا كشخص مسؤول في نادي النصر. إيه؟ يعني أنا سامح يا أبو نواف مش قصدي أنا كمسؤول. إيه؟ أكيد الموجودين في النصر يتكلموا إيه؟ مع المدرب. نعم. منهم. لا. أنا ما أعرف. لا شوف أنت بتقول قل كدا. لا تبغى تحل عط الرجال. منهم منهم من اللي أنت بخص أنا لا بخص ما سألت السؤال لأنك بخص يعني السؤال مو بريء يا عايض مرة بس أبو نواف خلنا لما يجي خلنا نرجع خلي كمل على الشباب عشان الفاصل في مشكلة خلي كمل على عشان الفاصل أنا اللي أشوف الموجودين العناصر كلهم ممتازين سواء في المنتخب ولا حتى المدافع لابورت. أيوة. لابورت مو معقول انه تكون فيه مشكله دفاعيه في الركنيات في الكور الثابته في الفاولات تكرر. هذا يسموه تنظيم دفاعي انا كيف اسوي اعمل تنظيم من بدايه الموسم هم عندهم مشكله في هذا الشيء الخلل من وين قلت اكيد يعني انت الان مثلا في الكرات الثابته النصر استقبل اهداف كثير من الكرات الثابته سواء ركنيات او فاولات صحيح بالدفاع ايش دفاع المنطقه وانت مصر على هالطريقه هذه رغم انك انت استقبلت فيها اهداف كثيره وبالذات من ضربات الركنيه يعني هنا شان تدريبي شغل تدريبي صرف نعم تدريبي. خلونا ناخذ فاصل ونرجع نكمل معك النخوة من أسمى القيم المجتمعية والنخوة موجودة بيننا لأنها مزروعة بالنخاع إلا ما تظهر نخوة السعوديين في مواقف معينة وهذه حنا ربينا عليها من يوم حنا صغار وكبرنا عليها ولا ننسى الكل لازم يكون عنده نخوة مفترق الطب تصير الرؤيا واقع يبرز روائع عصرنا اللي صممها عباقرة مملكتنا هم أصحاب الأهداف الكبيرة اللي اجتهدوا لتحقيق أحلامهم في جميع أنحاء العالم وحولوا الخيال إلى واقع تحدوا الصعوبات واصنعوا النجاح في كل المجالات الطب، الطاقة، الأبحاث العلمية التكنولوجيا وغيرها ويستمر سعيهم المتواصل للتميز والابتكار يشكلون عالم أفضل ويبنون جسور بين الأحلام والواقع كونوا معنا لاكتشاف قيادات سعودية ملهمة حول العالم في الموسم الثاني من جسور Saudi is so big that you can explore and I think you are never tired.
You've got that good blend now where you get to experience the Arab culture, but also all the events that are happening. I feel like this culture resembles a lot my home. This is the best place to be today. I always tell my family and my friends, please do come visit us. Visit Saudi Arabia. مرحبا فيكم في الجزء الأخير من الديوانية، الحديث عن دوري أبطال آسيا دور الثمانية والحظوظ الفرق في مباريات الإياب، العين والنصر أو النصر والعين جاية. طبعا العين من المستوى اللي شفناه المباراة الأخيرة العين هو أقرب للفوز، لكن النصر في ظل غياب مفاتيح اللعب يعني تاليسكا مصاب، الغنام أحد أهم مفاتيح اللعب مصاب، عزيز اللي جابوه أصلاً عشان الآسيوية مصاب، بإضافة إلى عدد التنظيم داخل الملعب، المدرب ما هو قادر يعمل شكل أو هوية للفريق، هذه كلها عوامل أنا أشوفها تلعب ضد النصر أمام العين. المباراة صعبة على النصر، قادر طبعا النصر فريق كبير وفريق مهم انه يقدم كل ما عنده، يعني الان في مثل هذه المباريات انا اعتقد المسؤوليه مسؤوليه لاعبين اكثر من انها مسؤوليه مدرب. صحيح، اذا اللاعبين استشعروا المسؤوليه وانه هذه المباراه هي اللي حتوصلهم للنهائي وممكن هي اللي تجيب لهم البطوله، انا اعتقد انه اللاعب الكبير لما يغيب عن المباراه يضعف الباقين، لذلك اللعيبة الكبار اللي في الفريق لازم يشيلوا الفريق حتى لو كان في فوضى. أحيانا اللاعب الكبير مهم وجوده في مثل هذه الظروف، في ظل إصابات غياب فوضى اللاعب لازم يظهر. فأنا إن شاء الله أتمنى أنه النصر يظهروا لاعبين الكبار، يظهروا بمنظومة كاملة. في نقطة مهمة أنا يا أخي أستغرب الصمت اللي إلى الآن بخصوص نواف العقيدي. نواف العقيدي الاتحاد الآسيوي موقف، قال إنه مو موقف آسيويا، إنه العقوبة داخلية. في صمت من نادي النصر إنه هل يلعب ما يلعب، هل نادي النصر رفع خطاب تأكد مشاركة. الآن النصر في أهم حاجة لنواف العقيدي، ما نختلف، بس في بنواف العقيدي بس ملاحظة بسيطة. شوف أنا من خبرة في المجال الرياضي أنه إذا صدر القرار بالأشهر بالمدة ولم يكن في المباريات في أنه إيقافه إيش، أنه لا يلعب كرة قدم يوقف حتى لو حتى لو كانت في السابق عندنا وشو حتى إشعار آخر كانت ذا خلاص أنه ما يلعب حتى المنتخب ما يتم اختياره ولا لا، كانت هذه في السابق وكانت تعاني منها الأندية. لكن الآن إذا قالك ثلاثة أشهر خمسة أشهر يعني لكل شيء إنه خلاص ما يلعب كورة، لكن لعد لك مباريات لو قال ثلاث مباريات، طيب هي في الدوري المحلي ولا في الآسيوي يبي يعلمك انه في الدوري المحلي خلاص مو من لجنه قضائيه. أيوة ترى هذا فرق قرار كبير من الاتحاد الاسيوي. ما يعترف قرار، انا ما اتكلم عن هذه عايد، انا ما اتكلم عن هذه، انا اتكلم بس ردا على كلامك ابو احمد. محمد كنو لما كان موقف بالاشهر ضمن المنتخب مباريات وديه ولعب مباريات وديه كان وقتها وكان موقف، نعم. لكن السؤال هذا الان اللي انت تساله، انا الان اسال معليش بس خليني اعطيك حاجه واحده، نعم. هو الغرض من السؤال يعني هل تتوقع انه اداره النصر ما لديها خبر ما لديها ما يمنع من مشاركه اللاعب؟ ممكن متخوفه انه يلعب. لا قضيه ما هي متخوفه، متخوفه انها ترسل، متخوفه انها تتصل او تسال ترى هذا السؤال. طيب ليش معليش هذا السؤال يطرح للتشكيك اما في الاتحاد السعودي او في اداره النصر نفسها، لكن من العقل والمنطق يقول انه اداره نادي النصر عندها الخبر بانه اللاعب لا يحق له المشاركه، فبالتالي يعني هنا انتهى الموضوع. وعلى فكره
أغلب اللي يسألون ما نبقايل 100%، لكن أغلب اللي يسألون عارفين بالضبط أنه اللاعب ما يقدر يلعب. هو طرح هذا السؤال، هو طرح للتشكيك. لا شوف أنا يعني أنا ما أتكلم عن أنا ما أتكلم عنك، أنا أتكلم بشكل عام. اقنعني بس، أبغى واحد يقنعني. إدارة النصر ما يمكن ترفع السماعة على الاتحاد السعودي ترسل له إيميل تستفسر؟ طبيعي يا أخي. ألف ليش ما يصير في توضيح إنه اللاعب موقف محليا وخارجيا؟ يا أخي في أوضح إنه ما يشارك. بس الناس ترى على فكرة تبغى 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 قضية، أن تبغى تخلق قضية ولا ترى يعني واحد ما شارك. مهم يا أبو نور، معليش بس الحين أنا أعطيك حاجة واحدة. أبو يامر لا يلعب تحت كرة القدم ممكن طيب سؤالي يا أبو أحمد، ليش ما يلعب نواف العقيدي؟ موقوف. شكرا خلاص. طب ليش ما يكون فيه توضيح؟ يا أخي واضحة هي، إذا أنت تبغى توضحها. أبو نواف أنت عندك جمهور يا أخي، إذا إحنا الإعلاميين قاعدين نسأل فما بالك من الجمهور برا الشارع الرياضي. أنا أرجع وأقول لك على شغلة واحدة، إدارة النصر سؤالي، أنت ما يلعب نواف العقيدي، هل إدارة النصر عاجزة عن السؤال بإمكانية اللاعب من عدمها؟ عاجزة. طيب بس احنا نبغى يعني دائما يكون في شفافية وتوضيح وحسم للأمور، والفريق عنده مشاركات خارجية ويمثل البلد، هذا لاعب مهم. أنت الآن تبغى تخلق إيش قضية إيش يعني نوعا ما؟ أبغى توضيح مبررات في قضية إنه يمثل البلد. أنا لأن أنا عندي أربع نوادي كل سنة تمثل البلد، إذا بعطيهم استثناءات انتهى الموضوع. نواف أنا ما أبغى استثناء، أنا أبغى توضيح. نحتاج في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه الأمور يكون في بيان توضيحي من اتحاد القدم من نادي النصر، إنه إحنا وصلنا بيان يوضح كذا كذا. بس عشان الموضوع مين هذا دور مين هذا المفروض يصير؟ الاتحاد السعودي. لا عفوا، أنا أصدرت العقوبة كاتحاد السعودي لجاني، أنا أصدرت العقوبة. الآن الكلام ليش ما يشارك نواف العقيدي؟ من اللي مفروض يطلع البيان؟ النادي. النادي نعم. أوكي. النادي متأكد إنه طيب ما يشارك. النادي عارف إنه ما يشارك، ولو تبغى تسأل وتبغى بيان مفروض إدارة النادي تطلع بيان وتقول إنه نواف العقيدي لا يستحق لا يستطيع المشاركة لأنه كذا واحد كذا. اثنين ثلاثة. يا سلام. لكن الاتحاد السعودي أصدر العقوبة وانتهى الموضوع. خلاص أنا هذا اللي أبغى، إنه بيان يوضح إيش اللي حاصل. ماشي. طيب عايض، راغد النجار جاهز الآن، هل بالإمكان إحنا نشوف المباراة القادمة بديل إنه أسبينيا؟ والله والله ما عاد تضمن أحد جاهز صراحة. إيه. ما تضمن. لا الحين أسبينا كان جاهز، أسبينا جاهز وجاء تمزق عضلي وطلع عاد هذه عاد هذه يعني أنا أقول لك ما عاد أضمن حد يعني الموضوع. لا خلينا إنك الحين هو جاهز. إيه هو هو إيه؟ هو يقول دخل المعلومات إنه دخل التمارين. نعم. الجماعية ممكن مدرب هي ممكن يشرك. إيه؟ لا أبغى رأيك ما المعالم ممكن يعني هل مثلا ممكن أنت تشوف أن راغد النجار يكون موجود أستعين بالظهير البرازيلي في خانة الظهير اليسار بدل غياب عزيز؟ إيه طبعا، وخصوصا الأربعة طبعًا موجودين قدام. أيوة. بلا شك بلا شك يعني أنت مشكلة أنك تدخل المباراة وأظهرتك غير موجودين، لا سلطان الغنام ولا عزيز بهتش. يعني هو الآن المدرب كيف بيعالج موضوع الظهير اليمين؟ المشكلة وين في الظهير اليمين؟ الظهير اليمين لو لعب فيه علي لجامي معناه تفتيل وعبد الله العمري بيلعبون قلبي دفاع. البنش ما فيها دكة، ما فيها احتياط مدافع. إلا يلعب بوشن، يبدأ بوشن عشان يكون فيه احتياط. أو ممكن أنه يبدأ ولو تعرض لأحد من المدافعين ينزل. طيب بوشن. أعطيني يعني حسابات عند المدرب مع الإصابات. أيوة. في مباراة حساسة ومباراة أنت مطالب بالفوز فيها. أيوة. حسابات مهي 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 ما راح تكون سهلة. ممتاز. على السريع من تتوقع النصر يرجع؟ جيت عندي قلت على السريع. لا معليش معليش بس عشان. طيب. الوقت. تتوقع النصر يرجع؟ بالنسبة للتشكيلة أنا توقعي بالنسبة للتشكيلة هو ما راح يغامر عبد الرحمن غريب، ما راح يكررون مباراة راح تكون ليفل عالي. يعني مشاركة سلطان الغنام في المباراة الأولى. كانت مجازفة لأنك أنت تدخل بلاعب متغيب ثلاث أسابيع. أيوة. أو شهر في مباراة ليفل عالي جدا. نعم. ما يقدر اللاعب خاصة أنه من إصابة عضلية. فعبد الرحمن غريب ما أتوقع أنه يبدأ به. راح يبدأ بأيمن يحيى طرف يمين وماني طرف يسار. الخط الوسط معروف يعني عبد الله الخيبري. طيب. وبروزوفيتش يرجع ودافي. النصر ليش لا؟ نعم ممكن يرجع النصر. ممكن يرجع النصر لاعبين فقط. نعم. بس لاعبين فقط يعني أنا هالمرة أشوف فيك ثقة أن النصر بيرجع عكس المرة الأولى في مباراة الذهاب لما سألتك
ما كنت حطت التوقع، طلبت مني توقع لكن التوقع. وجهك هالمره، وجهك المره يقول هذا النصر بيرجع، ممكن متردد في التوقع. وجهك وجهك المره ذي يقول النصر بيرجع. انا اقول انه اللاعبين طلعوا بعد المباراه يعني حسب يعني المعلومات اللي عندي اللاعبين عندهم رغبه، لا عندهم تحدي مع بعض يعني، يعني في موضوع انهم نكسب المباراه يعني نكسب المباراه. هذا بالنسبه لي لاي احد اشتغل مع اللاعبين وعمل مع اللاعبين تفرق، يعرف يتفرق بشكل كبير جدا. ممتاز جداً. ابو احمد نروح مباراه الاتحاد والهلال القادمه وحظوظ الفريقين فيها. والله شوف خسائر الاتحاد كبيره يعني تخيل انك خير انك خسر 2-0 روح الفريق اللي كانت اللاعب الوحيد اللي يركض بالكره من الدفاع للهجوم الطريقه الصحيحه، يعني خسائر كبيره. غير ذلك انه الهلال بيتعامل مع مباراة الرد غير تعامله مع مباراة هذه، بيكون أقوى، بيكون أكثر يعني أكثر ردة فعل في الخلف يعني موجود. على أساس كده بتكون صعبة على الاتحاد. أنا أتوقع أن الهلال هو بيمشي في المباراة، ناهيك عنه أنه الثقة الكبيرة اللي أعطاها العويس في المباراة أنه كنا خلاص أنت تبي العمود الفقري للفريق بيستمر، ما راح ممكن نشوف أنه يشارك المباراة الجاية ولا حيستمر على محمد العويس. يقول لك مثلا انا يهمني الحفاظ على نتيجه 2-0. بونو بيلعب بكره، هو اعلن ابن متوسط. لا اتكلم على المباراه الجايه. اي بيلعب العويس، اي بيلعب العويس. انا اسالك تتوقع كذا ولا ممكن يقول لك انا بعد اللي صار، بعد اللي صار هذه تشكيلته المباراه الجايه. لكن هو اتكلم عن مثلا زي المدرب، ننقل اللي لو تكلم عن مباراة الرياض بكرة أو بعد بكرة، تكلم عن مباراة إنه يتكلم عنها إنه في أسماء تبي إيش تبي تريح، زي مثلا سالم وسافيتش، وتكلم بصراحة قال إنه محمد كانوا لازم يكون موجود في المباراة، هو قال هذه أشياء معينة في المباراة. لكن قراءة مباراة الاتحاد ذا هي أعطت مباراة الأولى أعطتنا عنوان 2-0 ومع فريق صعب يعني صلب بشكل كبير، إضافة إلى خسارة لاعب مثل كانتي. وغير ذلك انه اللي شفنا عليه دفاع الاتحاد وخاصه كادش انه عمليه التغطيه وعمليه المان تو مان، انا ما ادري اول مره اشوفه بالشكل هذا، ما ادري وش اللي هل الاصابه اثرت عليه. بس ممكن لا هو كذا من هو كذا كادش. خلصت. لا كادش هذا وضعه يعني في المستطيل مهم للاعب كره القدم. كيف هذا وضعه كادش؟ تجايبه ب 60 مليون كيف هذا وضعه يعني؟ يعني انت رده فعل عاطفيه احس ان اللي تقول الاتحاد جابه ب 60 مليون بس هل اللاعب يعني الله هذا ارزاق، لكن هل اللاعب هو اللاعب اللي انا ادفع فيه 60 مليون؟ هل اللاعب اللي انا اقدر يعني اعتمد عليه 100% زي احمد شرحيلي؟ شوف كادش مد الله انت سمعت يعني 60 مليون قعدت تنهد؟ شوف هذا الفرق بين نادي الهلال ونادي الاتحاد. كادش ومد الله يعني لو انه فيهم يعني لا تنهد على الملايين اللي ما لحقت عليها اكيد يعني اكيد كلنا لو انهم لاعبين على مستوى عالي ما كان تركهم الهلال. ايه من الاخر يعني ايه فانت اخذتهم عشان يسدوا خانه، لكن مو اللاعبين اللي تعتمد عليهم. نعم. حقيقه لا بس اخذتهم عشان اسد خانه ب 60 مليون فلوس زايدة عندهم فلوس. الله يرزقه. كان عنده لا مو هو عاد اللي ماخذ 60 مليون هو سوق ما فيه هو ما أخذها هذا ما أخذها تعاون يعني سوء تقدير من الإدارة تقدر تقول إنه أشياء كثير يعني أو إنك أنت عاطفي ومن وزعلان من الهزيمة لا ما وحطيت عاطفي. المشكلة لا لا كلها بعكاش أنا ماني عاطفي كادش. أنا هنا بدي كادش يعني كادش مثلا غايب كادش غايب كادش غايب عن المباريات فترة طويلة بسبب الإصابة وتبغونه يرجع في اول مباراه تكون فت. لا لا الموضوع مو كذا. اولا شوف اولا انا لا امثل نادي الاتحاد طبعا انا داري بس انت مشجع اتكلم عن كل الانديه إيه؟ نادي الاتحاد في هناك لاعبين كثير موجودين المفترض انه ما يمثلوا نادي الاتحاد إيه؟ لكن الان في ظل الظروف هذه هم الان يعتبروا اساسيين إيه؟ لكن لو تيجي تشوف لاهميتهم ايوه حقيقه مباراه الهلال الاخيره يعني لو استمر الشوط الأول على وضعه الحالي لولا غلطة مد الله وبعدين بعدها بدقيقتين سوء تقدير من كادش وأخطاء كثيرة من كادش كانت في المباراة أنهت المباراة. اللي بقوله إنه الهدف حق الثاني الهدف الثاني معليش يعني أنتم الحين حاطين الغلطة غلطة كادش مظبوط مو أنتم الاتحادين يعني أنا فاهم أيوه. حتى في غير الاتحادين حاطين أيوه. الغلطة غلطة كادش كله حاطين غلطة غلطة كادش ما في اي نسبه للثرو حق نفيز اللي يدرس والسرعه يعني حقت مالكم في طلبه الكره هذه كلها ما لها اي قيمه
يعني ما تضرب أي مدافع هالحركة؟ لا ما تضرب أي مدافع إذا كان متمركز صحيح. كادش أحد يتوقع الباص من المسافة هذه؟ النفذ شوف يعني أنا أتكلم على لعبة الكورة. شوف يتوقعون الباص زي كذا يجي من المسافة هذه؟ المدافع الجيد يقرأ أي كورة يقرأ لا سيما إنه اللاعب بعيد. إذا هو متمركز كويس لا يعني كأنه عاجز إنه يقطع الكرة يعني أو إنه ما توقعها. ما في مدافع ما يتوقع. عشان أنا كذا سألت الكباتن ما في مدافع ترى الباص لا لا الباص من بعيد كثير يعني ما يتوقع وسريع جدا وفاجأ المدافع والدفاع كان طالع والدفاع ما كان وما كانوا منظمين ومو بس كذا بنواف ايه؟ لما أخذها مالكم شوف سالم سبرنته كان عبد الله كان سابق سالم وسبق وراح يعني في جودة لعيبة جودة لعيبة شفناه ردة فعل كاد يلا شباب يلا عشان نتكلم لك نسمع الباقين نسمع الباقين ادري بخليك تتكلم. الهلال صعب انه الواحد يهزمه يعني اي فريق حيقابل الهلال بس اهم شيء يفكر انه يقلل نتيجه الخساره يقلل النتيجه فقط. طيب ماشي ابو ماجد بنوافر قيمه حقت اللاعبين هذا فريق نادي الهلال مباراه الاتحاد والهلال القادمه هذه انت شايف الاتحاد ما عنده ولا سلاح يقدر يكسب فيه صحيح هجوم سلبي بنزيما كانتي برا اصابات الفريق نفسيا خلاص الان انا اعتقد حيكون لقمه سهله للهلال في المرحله الثانيه في الشوط الثاني هذا ايوه العكس ايش هو الهلال فريق الهلال غير المنتخب السعودي الاحتياطي المنتخب السعودي الأول الاحتياطي اللي بيلعب مع نادي الهلال اللي هو كانوا عبد الإله المالكي ناصر الدوسري صالح الشهري عبد الله الحمدان كله الهلال بقوة ما هي سهلة حقيقة دخول نادي الهلال المعترك الآن بطولة آسيا أي بطولات الآن نادي الهلال يكتسحها بمدرب بإدارة بالحضور الفني بالاستقرار بكل شيء والاتحاد بعيد عن الهلال على فكرة ترى زعلة خيسوس بقول لك كان يبغى أكبر حصيلة من الأهداف وكانت ممكن تسجل وخلاص صارت واضحة إمكانيات اللاعبين مهاجم زي متروفيش الأجنحة الطيارات هذولا دو كابتن تايسير بيتكلم بيقول سالم الاسبرنت اللي سواه من الشمال إيه؟ عشان يوصل للنقطة هذيك ومالكم يطير بالكورة ايوه ويسجل إيه؟ الحقيقة يعني فعلا امكانيات اللاعبين جدا عالية قيمة جدا في ممتاز. الملعب كابتن سعدون حبيبنا الاتحاد ممكن يستعيد بنزيما وجوتا حتى لو استعاد يعني الهلال متأهل خلينا نكمل سؤال للفرق هذه اللي موجوده ايوه عشان انا من الاخر يعني من العمل اللي يسويه لعيبه الهلال داخل المستطيل كل لاعب يقوم بدوره نعم. اعتقد السبرنت اللي سواه سالم ممتاز. واللاعبين طب متوقع مين سريع الهلال ممتاز في مجال الاتحاد بعوده جوتا وبنزيما في كلمتين شوف ابو نواف يظل الاتحاد يلعب بينه وبين جماهيره مع وجود بنزيما ومع أيوة. وجود جوتا والدفاع يكون منظم اكثر من كذا إيه؟ ممكن يرجع الاتحاد واحنا كلنا عارفين الاتحاد في جده كيف حيكون اداء لكن ممكن. لكن الخوف من وش ابو بنواف إيه؟ يعني تقريبا اخر 21 مباراه ما بين الاتحاد والهلال تخيل فوز واحد للاتحاد من 21 خمس تعادلات فما تدري يمكن هذه المباراه تكون غير هذه تكررت ويتغير كذا بس هذه بطوله دقيقه طارت مرزاقها ايه خلصنا 15 مباراه على الوضع جوتا وبنزيما شباب جوتا بنزيما يعني في حال عودتهم ولا شيء يعني ما راح يعني ما راح يكون فرق يعني ما راح يكون تاثيرهم كبير على اعتقد انه كانتي قسم نعم. كانتي فعلا نعم. كانت القشه اللي قسم الظهر بس ملاحظه اخيره ترى نتيجه 2-0 من اخطر النتائج في المباريات اعطني اياها انا وما عليك اجعلها تصير خطره ثانيه فريق ثاني نشوف تقرير مباريات اليوم تنطلق الجولة 23 من دوري روشن يوم الخميس بثلاث مواجهات إذ يلعب ضمك ضد الوحدة ويلتقي الشباب بالفيحاء فيما يواجه النصر نظيره الرائد على ملعب الأول بارك
هناك يلملم العالمي جراحه الآسيوية ويحاول الثبات بأقدامه للمحافظة على وصافة الدوري والتمسك في بصيص من الأمل لملاحقة غريمه التقليدي. أما الرائد صاحب المركز الخامس عشر في سلم الترتيب فيدخل اللقاء محاولا الخروج من عنق الزجاجة وتحقيق النقاط الثلاث واستغلال أوضاع النصر ليبتعد قليلا عن أقرب منافسيه في منطقة الخطر. اللقاء الآخر يجمع الشباب بالفيحاء إذ يمني الليوث أنفسهم بتحقيق العلامة الكاملة لا سيما في ظل ابتعاد الفيحاء عنهم بثلاث نقاط ما يجعل المواجهة تحمل التحدي والندية لكسب العلامة الكاملة. ضمك صاحب المركز السادس يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في الجولة السابقة ويأمل الحصول على المقعد الآسيوي لا سيما وأن الفارق بينه وبين الاتحاد والأهلي والتعاون ليس كبيرا ما يجعل آماله قائمة في ظل تقديمه لمستويات مميزة. أما الوحدة فيعيش حالة الاستقرار الفني ويأمل مواصلة الأداء القوي بعد تعادله في الجولة الماضية أمام التعاون بثلاثة أهداف لكل منهما ويجلس في المركز العاشر برصيد 27 نقطة. طيب أول مرة معنا الشباب والفيحة. قبل ما نتكلم عن الشباب والفيحة هذه دعوة للجمهور نادي الشباب بضرورة الحضور في مباراة اليوم وذلك لأنه طبعا الشباب يستاهل ناديكم. الأمر الثاني نجمكم الكبير الراحل محمد المغنم الصاروخ دخل المباراة هذه لأسرته فهي وقفة منكم جمهور للشباب مثل ما كان الإدارة وقفة في تخصيص الدخل لأسرة اللاعب لذلك نتمنى أن نشوف كل المدرجات مليانة ويستحق هذا النجم ويستحق أيضا ناديكم اللي بالتأكيد في مرحلة حساسة ويحتاج لكم. تعليقك على المباراة الفيحة والشباب أنا أعتقد أنه الفيحة أفضل فنيا الآن من الشباب رغم أنه استبشرنا خير الشباب مباراته أمام النصر لأنه رجع أمام الخليج وتعادل بس في غياب سبع لاعبين ورجع أمام الخليج وتعادل. الفيحة الآن فوزين آخر مبارتين وآخر ثلاث مباريات واكتسب خبرة في الآسيوية خبرة كبيرة أعطته ثقة في النفس في مباراة صعبة. مين تتوقع؟ أتوقع فوز الفيحة. ممتاز كلكم توقعوا الفيحة ولا في مين؟ في حد من الشباب؟ شباب. شباب شباب ماشي هنا شباب 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 يعني صار واحد بس رأيي. طيب هذا شيء مميز انه كله يعني ممكن بكره انت ايش تتسلع اللي موجودين هنا تشوف فازك الفني في الشباب. طيب وبعدين هي دعوه لجميع الجماهير انه يحضروا مو بس جماهير الشباب. طيب عجل الشباب المباراه الثانيه الله يرحم الصاروخ ضمك الوحده يا ابو ماجد ضمك الوحده سريع بدون ايش ما تاخذ راحتك. طيب ماشي ماشي نحن كويسين ان شاء الله. نادي الوحده وضمك المباراه الاولى نادي الوحده فاز في ايوه المباراة هذه ضمك يبغى يعوض النتيجة نتيجة الدور الأول ونتيجة والنتيجة الماضية خسر مع الاتفاق ايوه 2-0 هو الحارس ايوه نادي الوحدة في مباراة التعاون كان جدا مرتب منظم دونيس المدرب طبعا بعد التصريح الشهير حقه هذا أعطى روح للاعبين أنه هو واقف معاهم وبيدور على حقوقهم. الآن نادي الوحدة في حاجة إلى النقاط عطني التوقع عطني التوقع ولأن بكرة بعطيك المساحة أكثر في مباراة ضمك الوحدة تعادل شكله. طيب النصر والرائد النصر والرائد النصر طبعا فنيا النصر أفضل لكن اللي يخشى على النصر التفكير في الآسيوية. نعم توقع مين؟ لا أتوقع النصر إذا ممتاز كلكم توقعون النصر تعادل هناك أنا النصر محمد النصر ماشي. طيب ضمك الوحدة هنا توقع تعادل أنا أتوقع ضمك ضمك الوحدة ضمك. حبيبي ضمك. طيب ماشي احنا وصلنا للختام شكرا يعطيكم ألف عافية على حضوركم. شدينا شوي معاكم طلبنا منكم نستعجل شوي في الجزء الأخير سامحوني وشكر لكم أنتم أيضا متابعين يجدد موعدنا إن شاء الله معاكم اليوم الساعة 11 مساء تصبحون على خير.